يساعد فعلا على زيادة الانتاج ويحد من حالات نقص البيض او انقطاع البيض، لانه طبعا منشط قوي جدا وطبيعي للمبيض بتاع الاناث. ده تحصين مهم جدا، لو انت طبعا ما عملتش التحصينات هتقي حمامك من امراض كتيرة جدا، مش هتحتاج لاي ادوية ان شاء الله في الفترة اللي جاية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على تحصين مهم جدا للحمام بتاعنا، لازم ان انا استخدمه خاصة في التوقيتات اللي هي ما بين تغيير الفصول وبعدها، ما بين فصل الشتاء وما بين فصل الصيف او العكس صحيح. هي تعتبر اقوى التحصينات اللي انا فعلا بقدمها للحمام بتاعي، حافظ على الحمام بتاعي من الامراض البكتيرية، الامراض الفيروسية، زي كمان ان هي محفز قوي جدا للحمام بتاعنا في الانتاج. عشان كده هتكلم على عشبة مهمة جدا لازم تستخدمها مع الحمام بتاعك، وانا بفضل طبعا الاعشاب. صدقني لو اشتغلت بالاعشاب مش هيجيلك اي امراض، اذا كانت امراض فيروسية وامراض بكتيرية هتحافظ على الحمام بتاعك، مش هتعاني من القصة دي تماما. بمثابة ادوية وتحصينات مهمة جدا جدا للحمام بتاعنا، وهي عشبة الزعتر يا جماعة، لان الزعتر فعلا بيعمل على وصول الدم الى جميع الخلايا ويعزز وصول الدم الى الاوعية الشعيرية الدقيقة اللي هي طبعا بتسبب الروشة. ما بيحصلش الفرد بتاعنا تجلطات في الدم اللي هي بتيجي نتيجة الفيروس اللي هو بيبقى منتشر النيوكاسل، اللي هو بيسبب طبعا تجلطات في الرقبة، بعد كده بنلاقي فرد الحمام بتاعنا بيبدأ دماغه تلف. عشان ان انا احافظ على الحمام بتاعي واعمل له دايما تنشيط للدورة الدموية، او ان انا اعمل وصول الدم للاوعية الشعيرية الدقيقة دي باستمرار، لازم ان انا استخدم الزعتر عشان احافظ على سيولة الدم داخل الفرد بتاعنا او الحمام بتاعنا. يعمل على تنشيط الجهاز التناسلي ومقوى عام للحمام في موسم التزاوج اللي احنا لسه خارجين منه، موسم الشتاء، يعني الحمام بتاعنا هيفضل منتج باستمرار، ودي اهم حاجة انا بحتاجها في الاعشاب. صدقني الاعشاب مفيدة جدا في عمليات التكاثر، مفيدة جدا في عمليات الانتاج، وخاصة مع الحمام بتاعنا او اي طيور عامة. لو استخدمت الاعشاب او استخدمت عشبة زي دي كده صدقني مش هتعاني من قلة الانتاج في موسم الانتاج او غير موسم الانتاج. يعالج حالات الرشح والزكام، ودي طبعا بتيجي التوقيتات اللي احنا فيها دي، الجو متقلب، ممكن يحصل عندنا حالات التنفسي، حالات البرد، فده مهم جدا ان انا لازم اشتغل بعشبة زي دي عشان اقي الحمام بتاعنا قبل ما يجيله اي مرض من الامراض التنفسية، الزكام، البرد، الرشح، الحاجات دي كلها. عشبة الزعتر دي بتساعد على علاج بعض الامراض التنفسية وامراض الرشح والزكام. قاتل طبيعي للديدان، احنا عارفين طبعا ان الديدان هي العامل الاساسي في قلة الانتاج، ودايما اتكلم عليها في الفيديوهات. لو الفرد بتاعنا ما فيهوش ديدان هيفضل منتج باستمرار، خاصة مع الاناث. قلة الانتاج يا جماعة دي سببها بيكون الديدان اللي هو العامل الاساسي فعلا في عدم تبويض النتاية، فبيكون ده سبب اساسي من الاسباب الرئيسية. فعشان كده لازم استخدم عشبة الزعتر او بعض الاعشاب اللي هي بتحتوي على قتل الديدان داخل الامعاء. يقلل من الام الروماتيزم، بنلاقي فيه ورم في بعض الحمام بتاعنا اللي هو طبعا السلمونيلا المفصليه او الباراتايفون، بيعالجها تماما وبيحد من وصولها تماما. يزيل جراثيم البلغم وضيق التنفس عند الحمام، ومفيد للجهاز التنفسي ككل للحمام بتاعنا، يعني مش هنلاقي طبعا الحالات اللي هي ضيق التنفس، بنلاقي فرد الحمام بتاعنا فاتح بقه باستمرار، في حشرجه، في اصوات غريبه دايما بنسمعها في المكان بتاعنا، كحه، الرشح، الزكام، الزعتر بيحد منها وبيمنعها تماما. خافض طبيعي للحرارة، وخاصة بقى ان احنا داخلين على جو طبعا درجات الحرارة بتبقى فيه مرتفعة، فانا عايز اخفض من درجات الحرارة، فلازم ان انا اشتغل بعشبة الزعتر. يمنع التخمر داخل معدة فرد الحمام، ودي طبعا الحالات اللي احنا دايما بنشتكي منها، تحجر الحويصلة، عدم تصريف الاكل، ده برضو ممكن يسبب امراض، بنلاقي الفرد دايما يتشقف نتيجة انسداد فتحة الحويصلة لفتحة المعدة، وده بيحصل نتيجة تخمر الطعام داخل الحويصلة، فبيعمل بعد كده انسداد، ده كده بيعمل عملية تسيف للفرد بتاعنا، وممكن الفرد يقع مننا. عشان ما يحصلش طبعا حاجة زي كده لازم ان انا اشتغل بالاعشاب وخاصة عشبة الزعتر. مفيد جدا للجهاز الهضمي، ويمنع تشنجات الامعاء اللي احنا لسه متكلمين عليها اللي هي تحجر الحويصله، وخاصه يا جماعه دي بتحصل عند الزغاليل بتاعتنا، عايزين الزغاليل بتاعتنا تفضل الحويصله طريه باستمرار، فلازم ان انا اشتغل بالاعشاب اللي هي طبعا بتاخدها نتيجه تاكيل الاهالي، فده مفيد جدا برضو للزغاليل وعسر الهضم اللي بيحصل عند الزغاليل او تشنجات الامعاء.
قاتل للبكتيريا والجراثيم ويقضي على الالتهابات الفطريه، له تاثير قوي جدا في علاج الاسهال اللي هو الكنكر اللي ممكن يتنقل من الاهالي للزغاليل، ده بيأثر على زياده وزن وحجم الزغاليل. مهم جدا ان الحمام بتاعنا ما يكونش فيه فطريات، ما يكونش فيه كنكر، زي كمان ان هو بيقضي على الجراثيم اللي هي بتسبب الاسهالات، جرثومه طبعا السالمونيلا اللي هو بيعاني منه بعض الناس او بنعاني منه كلنا لما بيجي الحمام بتاعنا. الزعتر كمان منشط قوي جدا للجهاز المناعي، يعني زي ما احنا بنقول كده رافع مناعه قوي جدا وطبيعي. لو الحمام بتاعنا المناعه بتاعته بتبقى كويسه بيعمل قحائط صد ضد اي امراض، اذا كانت امراض فيروسيه او امراض بكتيريه، فده كده انا بحافظ على الحمام بتاعي من اي امراض اذا كانت امراض بكتيريه او امراض فيروسيه. وبكده يا جماعه بتكون دي فوائد الزعتر العظيمه جدا اللي انا لازم اقدمها للحمام بتاعي، ولو مره واحده بس في الاسبوع صدقني مش هتعاني من اي امراض اذا كانت طبعا روشه، سالمونيلا، جدري، الامراض اللي هي بتبقى منتشره في تغيير الفصول او في المواسم اللي احنا فيها. فعشان كده انا بنصح ان انا لازم احصن الحمام بتاعي بالزعتر، هو اقوى تحصين فعلا انا بعمله بدون ادويه وبدون تحصينات وبدون تكلفه. الزعتر مهم جدا ان انا لازم اقدمه ولو مره واحده بس في الاسبوع. هنشوف دلوقتي طريقه تحضيره. طريقه تحضيره سهله وبسيطه جدا، هي ان انا بجيب معلقه كبيره كده وبحطها على لتر او 2 لتر ميه وبغليهم، بعد كده بسيب العشبه بتاعتنا ان هي تهدى في قطرات اللي هي قطرات الميه دي، مهمه جدا ان انا لازم انزلها اللي هي بتسمى زيوت الطياره. وببدا ان انا اصفي العشبه بتاعتنا، ممكن ان انا احطها على 2 لتر ميه تاني، وممكن ان انا اقدمها كده، حابب انك انت برضو تقدمها بالسرنجة 3 سنتي او 4 سنتي، وابدأ الف على الحمام بتاعنا. لو الكميات عندي قليلة، عندي جوز او جوزين، ممكن ان انا ادي بالفم مباشر. لو انا هدي جماعي بحط طبعا بعطش الحمام بتاعنا لا يقل عن 4 ساعات، وابدأ اقدم العشبة بتاعتنا. مهم جدا ان احنا لازم يا جماعة نقدم اي عشبة على عطش عشان الحمام بتاعنا يستفاد باكبر قدر من الاعشاب او من اي ادوية ان انا بقدمها له. اسف جدا على الاطاله في الفيديو، ورب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.